ربع أصوات الجالية الأرمنية إذا صح التعبير، وعدد الأرمن في فرنسا مهم جدا، وهي قوة انتخابية لا يستهان بها. ونحن في فرنسا مقدمون على انتخابات ولربما على استفتاءات بسبب الأزمة التي يعيشها الرئيس الفرنسي وتعيشها حكومته. إذن هو يريد أن يضمن الأصوات الأرمنية، ولكن تبقى مشكلة أساسية. من دعا الرئيس إلى عشاء فخم من الجالية الأرمنية، هذا نوع من التناقض. يعني نحن نتحدث عن مجازر وهناك عشاء، وهل كان مثلا ممثلو مختلف الحساسيات الأرمنية في هذا العشاء؟ الجواب طبعا نفي، فهناك ممثلون مختلف النزعات الأرمنية لم تكن موجودة في هذا العشاء. يعني من كان موجودا هم الأرمن المنتفعون من مختلف الحكومات المتتالية في فرنسا وعلى فرنسا. فمثلا فرنسا ارتكبت بحق الأرمن جرائم كبيرة، وهذا ما يمسحه الأرمن الذين ذهبوا إلى هذا العشاء وفضلوا وزمروا أنه سيكون هناك يوم وطني للأرمن. لماذا؟ فأرمن كيليكيا مثلا كان عددهم قرابة 1.5 مليون إلى 2 مليون. من قام بإجلاء أرمن كيليكيا إلى مختلف بلاد العالم وإلى فرنسا وسمح للأتراك؟ وهذا جرى بعد المذابح في شرقي تركيا. ففرنسا عندما دخلت إلى تركيا في العشرينات كانت مسؤولة عن حياة هؤلاء الأرمن، وهي بدل أن يعني تقويهم في بلادهم في ليبيا قامت بترحيلهم، وكانت هذه هدية لتركيا. وكذلك الأمر وهو الملف الأهم بكثير من كيليكيا هو أرمينيا الغربية. فإذا عدنا إلى مؤتمر فرسان، وهذه ناحية تاريخية قانونية لا يستطيع أحد أن ينكرها، في مؤتمر فرسان وكذلك في مؤتمر سابر قرر المجتمعون على إقامة دولة أرمنية غربية من شرقي بحيرة فان إلى أرمينيا الحالية الشرقية. يعني جزء كبير من تركيا الشرقية كان يجب أن يكون الدولة الجديدة الأرمنية أرمينيا الغربية. يعني الموقع الجغرافي هو الموقع الذي ذبح فيه الأرمن وهجروا منه إلى سوريا والعراق في الصحارى. يعني هذه مهمة جدا. ونحن يجب أن نتذكر أننا اليوم في يعني 2019 يمضي حوالي يعني 99 سنة أو 100 سنة على مؤتمر فرساي الذي شدد، وهو الذي أسس سوريا الحديثة. يعني كحدود سوريا في حدودها الحالية طبعا بعد بعض التغييرات التي جرت في الحرب العالمية الثانية هي وليدة مؤتمر فرساي ووليدة مؤتمر سابق. طيب. وجاءت مؤتمرات بعد ذلك. نعم معلومات صحيح دكتور، معلومات تاريخية مهمة جدا، لكن سأعود إلى نقطة تحدثت عنها هي موضوع العشاء فيما يتعلق بموضوع الأرمن الفرنسيين. ذكرت بأن من حضرهم المنتفعون من الحكومات المتتالية في فرنسا، يعني أن ماكرون مستمر في سياسته في التعاطي مع الفرنسيين بمكيالين والتمييز وفقا للمصالح المشتركة. صحيح.
طب هذا طب هذا الموقف الفرنسي إذن سيبقى فقط في إطار فرنسا بما أنه يتعلق بموضوع المصالح، أم أنه من الممكن أن ينسحب على دول أوروبية أخرى؟ أولا يجب أن نذكر أن من يعترف بالإبادة العرقية الأرمنية ليس مكروه. الاعتراف جاء عام 2001، يعني هذا أهم من إقامة يوم احتفال وطني للذكرى. المهم هو الاعتراف. الآن الناحية الثانية المهمة ليس فقط الاعتراف وإنما التعويضات. يعني مثلا هؤلاء حرموا من موطنهم وسرقت بيوتهم وذبحوا، طيب من يدفع التعويضات؟ اليوم نلاحظ مثلا الى الان تدفع المانيا تعويضات لاسرائيل بسبب الاباده اليهوديه ايام هتلر، طيب لماذا لا يحق للارمن ما يحق ليهود اسرائيل؟ يعني ماذا المنطق الاعرج؟ واليوم في فرنسا هناك برلمان لأرمينيا الغربية يجمع يعني أناس صوتوا من 41 دولة في العالم لتكوين برلمان أرمني لأرمينيا الغربية المحتلة من تركيا. يعني هذه نقطة مهمة لا تذاع ولا تنشر ولكنها على أرض الواقع موجودة. فالآن الأرمن في العالم وليس فقط في فرنسا لا يطالبون بالاعتراف، طيب ما لا يقدم ولا يؤخر، انت اعترفت انك ذبحتني، طيب الى اين وصلنا بهذا؟ انا اريد حقوقي، حقوق الارض التي فيما بعد وطن فيها الاتراك ووطن فيها اتراك جاءوا من مناطق اخرى بعد تدمير حوالي 1000 قريه ومدينه ارمنيه. وهنا نجد عظمة الشعب السوري وحكوماته المتتالية كيف عاملت الأرمن واحترمت لغتهم وكان لهم حق تدريس اللغة وشاركوا وطنيا في الجيش السوري وشاركوا في النوادي الرياضية وكانوا قوة سياسية مهمة. وأنا حتى أقترح أن يرسل البرلمان الأرمني لأرمينيا الغربية وفدا إلى سوريا ويفتح مكتب سفارة لهذه الأرمينيا المحتلة، وهذا درس لأردوغان ولتركيا. فسوريا تناصر حركات التحرر الشعبي منذ أن أسست ومنذ عهد حافظ الأسد وخلال عهد سيادة الرئيس بشار الأسد الذي انتصر على الغرب في هذه الحرب التي شنها العالم علينا. نعم. على سوريا. نعم. فأنا أظن أنه تكون خطوة حميدة أن يكون هناك مكتب لأرمينيا الغربية تمثيل شبه دبلوماسي في دمشق. وهذا يعني درس مهم لأردوغان و جعجعات أردوغان ما يخص أنه سيصلي في الجامع الأموي ولماذا لا يصلي في جامع القدس؟ كلام فاضي يعني هذا أردوغان. المهم هذا هو الوضع. وفي فرنسا طبعا في كل مظاهرة للأرمن تظهر أعلام أرمينيا الغربية وهي أعلام الأرمن الذين يؤمنون بالعودة إلى وطنهم في تركيا الحالية وليس الأرمن المنتفعين من الحكومات والذين ينسبون إلى أنفسهم أنهم يمثلون أرمن فرنسا. هم يمثلون حساسية معينة ولا يمثلون الأرمن فرنسا. دكتور أرمن أرمينيا الغربية قلب واحد ينبض مع قلب دمشق. دكتور بالعودة إلى موضوع القرار الفرنسي، كان هناك رفض وإدانة من قبل تركيا، هل من تبعات جراء هذا القرار سواء كان على فرنسا أو تركيا فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين وهي متوترة يعني أصلا العلاقات؟ أظن أن هذا التوتر طبيعي وليس فقط في الملف الأرمني. فعندما يقرر أردوغان، لأن أردوغان يلعب على الحبلين، هو في حلف الشمال الأطلسي ويشتري سلاحا
من روسيا ضد الأمريكان. نعم. ويشتري من الأمريكان سلاحا ضد روسيا، صح التعبير؟ يعني أردوغان وضعه مهزوز كما نقول بالسورية، يعني يوما ما لن يستطيع أن يتابع هذا اللعب. الآن بالنسبة لفرنسا، هي ترتكب أخطاء جسيمة في سياساتها الخارجية سواء مع تركيا أو غير تركيا. يعني مثلا كيف تدخل في نزاع شديد مع سفير إيطاليا في فرنسا؟ دعي سفير إيطاليا وربما سيرسل سفير إيطاليا إلى روما. لماذا؟ لأن رئيس الحكومة الإيطالية وقف مع أصحاب السفرات الصفر. طيب، هذه سياسة فرنسية. ونضيف إلى ذلك أن فرنسا تدخلت وقصفت المعارضة في دولة أفريقية، وفي نفس الوقت هي تقف مع المعارضة في فنزويلا. لماذا تقصفون المعارضة في تشاد وتقفون مع المعارضة في فنزويلا؟ نعم. يعني الحقيقة إن سياسة فرنسا الخارجية هشة، حتى وجود 500 عنصر عسكري فرنسي في شطي الفرات لا يقدم ولا يؤخر. وأكبر درس لقده الأكراد الوطنيون هم أنهم طلبوا من الحكومة السورية ومن الجيش السوري أن ينتشر حوالي منبه، وقريبا سيدخل الجيش السوري إلى شرقي الفرات، شاء ترامب أم لم يشاء، شاء ماكرون أم لم يشاء. يعني هذه حقائق تفرضها أرض الواقع. هذا صحيح. ما أظنه. وطبعا هناك شك حول استمرار تركيا كدولة بسبب تكوينها. يعني الغرب اليوم مع أمريكا يتساءل، أليس من الأفضل تجزئة تركيا وقد مضى 100 سنة على هذه المؤتمرات التي ذكرت، وعلما بأن المؤتمرات القديمة لم تكن تشمل أرمينيا الغربية وأراضي كل جنوب تركيا كان تابعا لسوريا. صحيح. ربما كما ذكرت دكتور بأن تجزئة تركيا اليوم سيريح الدول المحيطة بها، دول إقليمية لا سيما سوريا. بدي أشكرك كثير دكتور بسام برهان، كنت معنا مباشرة من باريس. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات التي قدمتها لنا. شكرا شكرا لك.